مرحبا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي نصيحة ديجيتال. معي أنا توني سميع. اليوم رح نحكي عن الهاشتاج. شو هي الهاشتاج؟ الهاشتاج مثل ما كلنا بنعرف هي عبارة عن كلمة أو جملة بيدلوا عن موضوع معين، وبيكون بأول الكلمة محطوط علامة الهاش. والهاشتاج هي بتستعمل كرمال تجمع عدة بوستات أو مجموعة بوستات على موضوع معين اللي هو بيكون مكتوب بهيدي الهاش. والكلمات اللي بيكونوا مكتوبين بالهاشتاج ما مفروض يكون في بيناتهم فراغات، فمفروض تكون جملة واحدة ملزقة ببعضها. إذا كنا باللاتين لانجوج، إذا كنا بالعربي بيستعمل الاندرسكور أو الخط اللي على السطر لنقدر نجمع الكلمات ببعضهم. مثلا اذا بدنا نحط النصيحه ديجيتال بهاشتاج اللي هو اسم برنامجنا، بنحط نصيحه اندرسكور ديجيتال حتى لو كانت وحده من الكلمات باللاتين لانجوج. اول موقع استعمل الهاشتاج على السوشيال ميديا كان تويتر، ومن بعدها في كتير مواقع استعملته مثل انستغرام، فيسبوك، لينكد ان وغيرهم، بس اثبت فعاليته اكثر شيء على تويتر وعلى انستغرام. وبتويتر في فيتشر كتير مهمة هي المواضيع الأكثر تداولاً أو توب تريندينج، اللي بيكونوا هن عدد معين من الهاشتاجز، مبدئياً بيكونوا 10 أو 20 على منطقة معينة على كونتري معين، وهول المواضيع بيكونوا حكى عنهم أو انكتب عنهم بوستات بآخر فترة من الزمن، آخر يوم أو يومين. وهيدا الشيء بيخلي العالم تعرف شو المواضيع الأكثر تداولاً بهالفترة. بالنسبة لإنستغرام كمان الهاشتاج له أهمية كتير كبيرة، مش هيك بتشوفوا تحت معظم البوستات في عدد معين من الهاشتاجز بيدلوا عن شو بيحكي هيدا البوست. أهم شيء بالهاشتاج نكون عم نستعمل الكلمات اللي بتدل أو التعبير اللي بتدل عن موضوع مهم، عن شيء يكون فعلا العالم بهمه تفتش عليه، يمكن اسم بلد، يمكن اسم برنامج، اسم بلاتفورم معين، ويكون مربوط فعليا بالكونتنت او المحتوى تبع البوست تبعنا. وبالنسبة للعدد اللي مسموح فيه بالهاشتاج، كل بلاتفورم عندها القوانين الخاصة فيها. مثلا انستغرام من فترة عملت ليميت ل 30 هاشتاج على البوست الواحد، واثبتت الدراسات انه احسن فعالية للهاشتاج هو على عدد بين 10 ل 15 هاشتاج. يعني إذا زاد العدد كتير أكتر من هيك ما بتعود كتير فعالة. بينما على تويتر ما في ليميت على عدد الهاشتاجز، بس المستحب والأفضل كأكثر فعالية هي يكون حط 1 أو 2 هاشتاجز بكل تويت. مثل ما بنلاحظ بالفترة الأخيرة معظم البرامج ومعظم الأشخاص المعروفين الببليك فيجرز بيستعملوا الهاشتاج لكرمال يكون عم بيخلوا العالم يحمسوا العالم أو يحبوا العالم يكتبوا أشياء عنهم، وتقدروا يوصلوا لكل التعليقات اللي مربوطة فيهم أو ببرنامجهم. ونحن هيدا الشيء اللي بنعمله نفسه ببرنامجنا نصيحة ديجيتال. كلنا بنعرف الهاشتاج، بس مش كلنا بنعرف أي متى بلشت الهاشتاج. بلشت أول مرة انطلقت مع شخص اسمه كريسمس سينا، كتب تويت على تويتر اقترح فيها أنه يستعملوا الهاشتاج ليجمعوا أخبار أو تويتس عن موضوع معين. وبعد فترة اقتنعت تويتر أنه تستعمل هيدي الطريقة، وعملت فكرة الهايبر لينك على الهاشتاج لكرمال من خلالها يقدر الشخص يوصل على هول المواضيع. ومن بعدها أكيد صارت تستعمل بعدة بلاتفورمز تانيين مثل ما حكينا قبل. وبآخر هالحلقة نصيحتي لألكن تستعملوا الهاشتاج اللي هي مربوطة بالأحداث اللي عم يتم تداولها أكتر شيء هلأ بهالفترة على هالبلاتفورم اللي أنتم تكتبوا عليها، وبنفس الوقت تكون كمان مربوطة بالكونتنت تبعكن. وأكيد كمان شيء كتير مهم أنه تكون الهاشتاج فيها دلالة معينة، ما تكون شيء محصور فيكن أو شيء شخصي بيحكي عنكم او عن شيء كتير قريب منكم، لانه ما بتستفيدوا منها، ما بيكون فعلا الا ما بتكون فعاليتها مثل ما مفروض تكون. بشكر متابعتكم، وبطلب منكم تتابعونا بحلقات جديده ونصايح جديده، واكيد تشاركونا افكاركم واقتراحاتكم على هاشتاج البرنامج نصيحه ديجيتال وعلى كل صفحاتنا الموجودين على اسفل الشاشه. ثانك يو.